أنا مين عادل؟ مدرب الدفاع عن النفس. صباح الفل يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنتعلم مع بعض النهارده ازاي اقدر احمي نفسي من وضع التهديد بسلاح على وضع الركود. يعني لو واحد مثبتني بالشكل ده وحاطط السلاح على راسي بالشكل ده، ان انا ازاي اقدر اخرج من الوضع بنفس الشكل ده. طبعا احنا كنا اتفقنا مع بعض قبل كده يا شباب ان طول ما هو السلاح بعيد عني وانا ايدي مش طايله السلاح ملاش اي حل. الحل الوحيد هو الحل النفسي، ان انا اخش معاه في مراوغه واهديه لغايه ما ينسى اصلا ان في ايده سلاح. طول ما هو السلاح انا ايدي مش طايله، ما عنديش اي حل ممكن اعمله، ما عنديش اي حاجه اعملها غير ان انا انفذه اللي هو عايزه. ده لو انا عايز انفذ بحياتي، تمام. اول ما هو بيبتدي يقرب ويتكلم، ومجرد ما هو مش شرط ان هو هيكون لازق السلاح في دماغي كده، لا، بس هو مجرد بس ما انا ايدي هتعرف تجيب السلاح، ابتدي بقى دلوقتي اتعلم انفذ التكنيك بتاعي ازاي. بعمل ايه؟ رقم واحد، انا لازم ابعد زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن فوهة السلاح دي. يعني انا رقم واحد لازم وانا متهدد كده لازم بطلع اتجاه السلاح بالشكل ده، ايد بتمسك الماسوره بس من ورا السلاح من هنا، والايد التانية بتخش كده وبلف السلاح عكس اتجاه ايده، ده اللي بيخليه يسيب السلاح. تاني، ردا على السؤال الشهير، هو مش هيستناك ان انت تعمل كل ده، هو ضغطه واحده على الزناد. الكلام ده لو هو فاهم او عارف انا هعمل ايه، الكلام ده لو هو واقف مستعد. لكن انا وانا بتكلم معاه، حاضر هعمل لك اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص في اي حاجه، هي الغفوه دي اللي انا بدخل منها. انا بعمل ايه؟ باخد السلاح في اتجاه عكس اتجاه المفصل بتاعه، بمسك السلاح من هنا، ركزوا معايا، وبخش على المفصل ده بضغط عليه بالشكل ده وبطلع السلاح كده. تاني، لو عملتها من بطيء لاسرع، رقم واحد طلعت دماغي، خرجت بره السلاح، حتى لو هو ضرب هنا طلقه انا كده دي بره اتجاه جسمي، طلعت بالشكل ده، خرجت كده، بقى السلاح معايا. اعملها تاني، 1 2 3، 1 2 3، اعملها بشكل اسرع، اعمل كده اسرع من كده، اعمل كده اسرع قوي، هعمل كده. لكن هي مع السرعه المفروض ان في تفاصيل احنا المفروض بنكون عارفينها وبننفذها، بس هي ما بتظهرش مع التكنيك لما بيتعمل بسرعه. تاني، اخر مره هعمل كده وبسرعه هعمل كده. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه نقدر نحمي نفسنا لو تعرضنا لاي موقف خطر لا قدر الله. واكون طبعا سعيد بمتابعتكم على الفيسبوك واليوتيوب، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا واشوفكم على خير.